انا مع حضراتكم في تغطيه جديده من جهه تصرف تحليل اليوم السابع، والحقيقه مش تغطيه قوي، هو استوديو تحليل. يعني دي المره مش لكاس العالم ولا لكره القدم، ولكن لبطوله مستر اولمبيا، البطوله اللي كان بيشارك فيها مصريين، البطوله اللي شرفنا فيها رامي السباعي بيج رامي لسنتين على التوالي، والسنه دي بيحقق فيها خامس عالم. الحقيقه مستر اولمبيا ما تقلش ابدا عن كاس العالم ان ما كانتش اصعب، ويعني احنا كنا بنشجع المغرب، فكان عندنا بيج رامي، المغرب خدت رابع، بيج رامي واخد خامس عالم، فبرضه احنا بنتكلم على مركز متقدم جدا، بنتكلم على بطوله واخدينها سنتين على التوالي، بنتكلم كمان عن عدد كبير من المصريين اللي شاركوا وشرفونا السنه دي، وكمان لسه قدامهم مستقبل كبير في هذه البطوله. معانا كابتن عمرو عبد الحميد هيشاركني في تقديم هذا الاستوديو، هو طبعا بطل العالم في الكيك بوكس وكمان مدرب كمال اجسام. اهلا بك كابتن عمرو. اهلا كابتن حسن، نورتنا والله. طبعا كابتن انور سيف بطل العالم في كمال الاجسام وبطل المحترفين، ويعني واحد من اصدقاء بي اجرامي اللي بداوا مع بعض المشوار. اهلا بك يا كابتن انور، مشرفنا في تلفزيون اليوم السابع. اهلا بك، نورتنا والله، نورتنا. طيب خلينا نبدا كده كابتن عمرو، شفت امبارح البطوله ازاي؟ شفت الاجواء ازاي؟ شفت التعليقات النهارده على السوشيال ميديا ازاي؟ لان كان فيه اهتمام كبير قوي بالبطوله السنه. طيب احنا خلي التعليقات دلوقتي، خلينا نبدا بالحاجات الايجابيه الاول، ونبدا بالبطل طبعا بتاعنا. البطل بتاعنا رامي، اللي احنا بنقول له شكرا، انت دخلتنا التاريخ من اوسع ابوابه، كلنا لعبنا كمال اجسام قبلك، ما حدش قدر، انت جيت كملت المشوار، بس كملت المشوار من باب اكبر ومن باب اوسع، فبنقول لك شكرا، شكرا على مجهودك، واحنا كمان منتظرين منك الكتير طبعا. طيب النقطه الثانيه، بنتكلم في التعليقات سواء الايجابيه او السلبيه. اولا التعليقات السلبيه احنا بنحاول ما بنبصش ليها، لان الناس السلبيه ناس بتبقى عندها فكر شويه في دماغهم، وبنحترمهم وبنحترم ارائهم. خلينا في التعليقات الايجابيه، كل الناس انا شايفها متفاعله مع رامي كويس جدا بشكل ايجابي، كل الناس، مش انا بس اللي قلت له شكرا، عايز اقول لك 100 مليون مصري قالوا له شكرا. الناس اللي بتفهم في الرياضه، الناس اللي بتحب الرياضه، الناس اللي بتحب اللي منها، الناس اللي بتحب النجاح، هم دول الناس اللي نتكلم عليهم. التعليقات السلبيه خليها على جنب، ودول قله تقريبا. انا شفت البطوله بقى ازاي امبارح، انا بما اني لاعب وبطل في كمال الاجسام، انا شفت رامي، ان رامي اول سنه يجي جاهز من اول لحظه يحط رجله على الاستيج. بمعنى ايه؟ احنا السنتين اللي فاتوا كنا بنحط ايدينا على قلبنا من اول يوم، لان دايما احنا عندنا حته كده فنيه في كمال الاجسام، ان انا ما بجيبش اخر من اول يوم، عشان انا هطلع اول يوم عايز بس اتاهل اخش في السته، وبعدين تاني يوم اعمل اقصى ما عندي عشان اخد اول اللي هو الفاينل زي ما بيقولوا. طيب. ده في ماتشين في يا كابتن صح؟ اول عرض اول عرض والعرض النهائي بقى، اللي هو اول عرض ده اللي هم بيختاروا منه التوب 15 او ال 15 الاوائل، بعدين العرض الثاني اللي بيختاروا منه، طبعا ال 15 اخترناهم، بيختاروا من 15 من الاول للسادس، وبعد كده بتيجي بقى التوالي بالترتيب والسادس والسابع. طب يا كابتن، كان في ناس كتير قوي بتتكلم عن موضوع عن بيج رامي عنده اصابه، فهل الكلام ده حقيقي ولا كلام ناس بيتقال؟ هو بص، احنا انا برضو هعلق على كابتن عمرو، انا شفت امبارح تعليقات من ناس بالظبط كده بيقولوا فعلا هو بغض النظر عن الاصابه، انا مش عارف، انا ما دخلتش عند رامي وعرفت هو في حاجات ظاهره وفي حاجات مش ظاهره، في حاجات بتبقى في الحياه العامه زينا، لان رامي زيه زي اي بشر عاديين طبعا، تمام، عنده اهتماماته وعنده حاجاته الشخصيه وعنده اصابات، عنده ما عندوش اصابات. انا ليا حاجه واحده، احنا شفنا رامي ازاي على الاستيج، وده اللي كابتن عمرو ما خليش اكمله، احنا شفنا رامي ازاي لاول ما حط رجله على الاستيج. هل كان رامي ناقصه حاجه ولا كان كامل متكامل ونازل من اول يوم فل 100% ديفينيشن، تمام 100% وعامل كل اللي عليه وزياده؟ ما حسيتش ان هو قالل خالص خالص ولا قالل طبعا، لان احنا اول ما بيطلع اللاعب قدامك بغض النظر ان هو بيج رامي، ده قايم اللاعب، اللاعب من اول رجله من تحت لحد راسه من فوق، هل في ديفينيشن؟ هل الجلد مشدود؟ هل في ووتر ريتنشن؟ هل التحميل او اللود بتاع الكربوهيدرات ناجح معاه مش ناجح معاه؟ رامي كان عامل كل حاجه ممكن تتعمل في كمال اجسام. انت شايف النهارده السنه دي مستواه 100%؟ مستواه 200 السنه دي 200%، وده كان ملحوظ قوي على رامي، بان احنا كنا مقربين من رامي، فعارفين هو ازاي من اول البطوله اللي فاتت، اول ما خلصت بطوله اولمبيا 2021، رامي حس كمان بمسؤوليه كبيره، ورامي طول عمره حاسس بمسؤوليه ودايما شايل هموم الناس اللي حواليه، ان عايز يفرح الناس. فهو رامي حاسس المسؤوليه دي، عشان كده رامي خرج من البطوله 2021 اللي كسبان فيها مستر اولمبيا،
نزل اتمرن وما خلاش ما سابش حاجه في كمال اجسام الا لما عملها، وكان بيهتم بنفسه كويس جدا، كان بيهتم بالتغذيه، كان بيهتم بالتمرين، كل ما نحاول نقول له ريح او لا ما كانش بيريح، كان بيضغط على نفسه عشان يقدر يفرح كل يفرحنا كلنا او يفرح الوطن العربي كله مش بس. ما احنا عايزين نعرف برضو يعني الاجرامي كل سنه مثلا السنه اللي فاتت كان بياخد دايما اول، السنه قبلها برضو خد اول، السنه دي ايه اللي نزله من الاول للخامس؟ يعني ايه الفرق بين الخمس مراكز دول؟ ليه ما خدش تاني مثلا؟ طيب انا في وجهه نظري الرب ما يستحقش خامس ابدا. تمام. طيب وجهه نظري الثانيه بما ان انا اطلع محايد، ان هادي شوبان كان حلو جدا، بس هادي شوبان بطل ايراني، هادي شوبان بطل ايراني اللي هو عامل اول السنه دي، انا في وجهه نظري هو جميل بس ما عملش اضافه عن السنه اللي فاتت. تمام. ايه بقى اللي حصل؟ طيب ديريك اللي عمل ثاني، ديريك كان كويس جدا، واول ما طلعوا هم الاثنين على الستيج هم لفتوا نظر انا كلاعب كمال اجسام، لفتوا نظري جامد جدا. طيب هل هم في تغيير او هادي شوبان في تغيير؟ خلينا نمسك هادي شوبان الاول اللي هو عمله، هل هادي شوبان في تغيير جبار عن السنه اللي فاتت؟ هنشوف صوره هادي يا عصر. ما فيش تغيير جبار عن السنه اللي فاتت، تغيير ملحوظ، تغيير بسيط قوي في هادي شوبان. طب هرامي في تغيير؟ رامي في تغيير من اول يوم، رامي طالع سوبر ديفينيشن، رامي لو انتوا لاحظتوا في الدوبل بايسبس رامي اول مره على الميزان ده اشوف واحد بيعمل فاكيوم. يعني ايه فاكيوم؟ ان هو بيشفط بطن لجوه وبياخد الدوبل بايسبس، ودي ما بتتعملش في وزن واحد زي رامي. رامي وصل لها. طيب شفنا كان دايما يقول لك رامي عنده شوف ده الوحش بتاعنا طبعا رامي. دي صوره قديمه. جميل. لا دي صوره دي من امبارح. صوره دي من امبارح وهو بيحط ايده على الارض. رامي دايما ما بيعملش حاجه صدفه على فكره، رامي بيقول عامل استعراض، انا جامد وانا عارف ان انا جامد، وحتى لو ظلمت انا عارف ان انا جامد. طب الصوره دي بتوضح ليه؟ طيب انا راجع مش ان انا متراجع. بالظبط كده، انا موجود وراجع لكم تاني. واحنا ده عشمنا وامنا. انت شايف ان رامي يقدر يخش اولمبيا تاني؟ ايوه طبعا. انا مش ده مش انا بس اللي شايف كده، اساطير اللعبه زي روني كولمان وزي ارنولد زي كل المدربين العظام قالوا ده، قالوا رامي قدامه اربعه او خمسه اولمبيا كمان. يعني ده مش كلام صفر صيف ولا كلام الناس. بس في ناس كلام بتتكلم امبارح اكيد شفت ان خلاص وفي جيل جديد والسن والاستعداد. استحاله 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 مع رامي، لا مفيش مستحيل. مفيش مستحيل. وزي ما قلنا يا جماعه مش هي الموضوع، مش حبي الموضوع، هي ليه مقاييس. رامي فين النهارده؟ رامي في تكامل. اللي احنا كنا بنقول اول ما رامي طلع في 2014 و2013 كنا رامي قدامه شويه لحد ما بلدي جنزه لحد ما يستوي. فرامي النهارده عنده تكامل جميل. طب نيجي بقى ليه عمل خامس؟ ليه عمل خامس؟ ممكن تكون لاسباب كتير جدا، منها ممكن تكون اسباب سياسيه. انا النهارده الشركه دي، اصل اولمبيا دي شركه يا جماعه مش حاجه تبع الدول او حاجه تبع ده. لا هي شركه يعني. لا هي شركه، هي شركة منظمة لبطولة اسمها مستر اولمبيا، فعايزين يعملوا شو. فانا النهارده هعمل التحكيم بتاعي على حجم العضلات الكبير السنه دي، يعني سوري السنه دي عايز اعمل التحكيم بتاعي على حجم العضلات الضخم واعمل شو بالحجم الكبير. تمام. السنه اللي بعدها لا، احنا عايزين نغير السياسه شويه ونعمل لاب 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 ونعمل كلام كتير عن الشركه وعن اولمبيا والناس تتكلم وهادي شوبان هو اللي كسب ورجعنا تاني للعضلات الصغيره اللي شكلها جميل. فدي سياسات مش عشان رامي وحش دول خامس، لا هي سياسه بتاعت شركه. هم شايفين ان هم السنه دي عايزين يتكلموا كتير ويعملوا ضجه حوالين الموضوع. يعني سياسه البطوله بس. لو رجع السنه الجايه هيعمل اول. سياسه البطوله السنه دي تختلف عن السنه اللي فاتت او اللي قبلها؟ بيحصل ده. يعني السنه دي مثلا كانوا ايه الاشكال اللي كانوا مفترينها؟ غير بطولات العالم بالاخص في اولمبيا، عشان دايما يبقى في جدل في الموضوع. تمام. دايما يبقى في تشويق في الموضوع. فهم النهارده كانوا عايزين يعملوا تشويق وجات لهم على الطبطاب. جات لهم على الطبطاب يعني ايه؟ يعني هادي شوبان طالع شكله حلو وناشف، وديريك شكله حلو وناشف، ونيك ويلكر طالع شكله معقول. دول هم الخمسه الاوائل، بدليل ان هم وقفوا رامي هنا في النص مره. تمام. كانوا بيقارنوه، المفروض احنا اول ما وقف هنا رامي المفروض يبقى كده اول طالما واقف في النص. اللاعب بعد كده قاموا حاطينه في الطرف، حطوه في الطرف يبقى كده استبعدوه في مكانه. تمام. يبقى هم كان عندهم فكر عايزين يعملوا التشويق اللي انا كنت لسه بقول عليه. بالزبط. التشويق والاثاره والكلام على الشركه والكلام على اولمبيا ويفضل الجدل. فبس ده كان ديريك كان عنيف قوي برضه. ديريك كان قوي قوي. عجبني جدا ديريك وعجبني جدا مش بقلل من قيمتهم ان انا طبعا انا طبعا انا مصري متحيز لرامي جدا. ما عنديش مشكله ان انا اقولها في اي مكان طبعا. بس كمحترف برضه كمحترف هما الاثنين هادي شوبان وديريك لفتوا نظري قوي. هادي شوبان هو لافت نظري من سنين فاتت. هادي شوبان انا حضرت لي ماتش في اوزباكستان، كنت انا مدرب المنتخب العماني. وهو كان لاعب لسه بيلعب 90 كيلو ولفت نظري لاعب
بل مهايبر على الستيج ومش عايز يتغلب ومحدش هيغلبه. محدش يبان يا جماعة. راجل جامد جدا جدا جدا. راجل كابر جدا. هو طبعا ايراني. طيب ومحترم جدا. خلوق شبه بطلنا بجرامي. بس بطلنا بجرامي برضو معدي شوية في حتة الخلوق دي. حطه تحتها 30 خط. رامي بشبهه كده بمحمد صلاح يعني. هما الاثنين في نفس الموضوع. بس احنا ممكن نكون شايفين ان البيج رامي معدي شويه عن هادي شوبان. رامي طبعا معدي بكتير. ما هو دي سياسات اللي احنا بنتكلم فيها بالظبط كده. بس ما هما الفكره هنا ايه؟ ان انا ما جابش واحد بعيد قوي وحطه اول. ده هو جاب واحد شكله حلو برضه عشان الجدل يبقى قايم. طب ازاي كل ده ورامي جامد جدا وناشف جدا ما عملش اول؟ طب ازاي هادي شوبان؟ انت تقول هادي شوبان وانا اقول رامي وكابتن عمرو يقول ديريك وفلان يقول براندن كيري وواحد تاني يقول نيكو والكلام. فاهم ايه اكتر حاجه عجبتك في رامي امبارح؟ كان في ناس بتتكلم على الرجلين قويه جدا. في ناس يعني رامي عامل جديد في الميد سيكشن في منطقه البطن والفيكم زي ما قلنا. ودي مرايه اللاعب من اول ما عملوا كمال اجسام لحد النهارده. هي الميد سيكشن دي العضلات البطن هي مرايه اللاعب. اللي حصل جديد ان احنا شفنا رامي بال150 كيلو و140 كيلو دوبل بايسبس وشافت بطنه لجوه. ما بتحصلش. نقط القوه عند رامي كانت المنشريات والمعده زي ما قلنا. الجلوتس والهامسترنج والظهر كان جامد جدا. رامي عنده وضع ما حدش بيعرف ياخده منه. الوضع الجانبي الوضع الثالث الوضع الجانبي. لما بنشوف رامي اول ما ياخد الوضع الجانبي ده ما خلاص كله اللي جنبه ما فيش حد ينفع يساويه. فعند رامي كان عنده نقط قوه كبيره جدا امبارح تخليه يعمل اول. واللي تعبني كمان وقهرني قوي ان يعني الفرق يعني 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 مش ممسوك انك انت تحط له رامي الخامس. هو دي النقطه اللي انا كنت عايز اكلمك عليها يا كابتن. يعني ولا طالع مغيم ولا طالع عنده ووتر ريتينشن ولا طالع ما عندوش عضله ظاهره ولا طالع عنده تشوه ولا طالع عنده لا حد طالع قدامي متكامل جلد مشدود عضلات فيها سوبر ديفينيشن عرضه كويس هادي وهو بيستعرض. حتى شفت بعض الناس اللي بيحللوا امبارح يقول لك احنا شايفين رامي متوتر شويه. بالعكس رامي حتى لما بعد ما حطوه خامس في اليوم الاولاني او هو سمع ان هو خامس رامي طالع تاني يوم هادي جدا. طب ازاي يا كابتن ان هو نزل المركز الخامس رغم ان رونو كولمان كان متحدد ناس كلها ان هو ياخد مركز اول في الهيس كان نفس النظام بالظبط كده. روني كولمان مش شركه اولمبيا. شركه اولمبيا هي اللي حددت ده. ومش بنقلل برضه من هادي شوبان ولا بنقلل من ديريك ولا بنقلل من اي لاعب. كلهم جامدين جدا وكلهم يستاهلوا المراكز اللي هم اتحطوا فيها. بس انا بقول رامي برضه ده واضح. ممكن ترجع للصوره دي يا عاصي انت جايبها حلوه قوي اللي هي اللي كان حامل الوضع اللي بتتكلم عليه يعني او قريب من يعني وضع التكتل العضلات بيجيب العضلات كامله. شوف الوسط الصغير شوف عضلات البطن كبيره شوف الاكتاف كله لو انت بصيت هيلاقي عينك لان كله متناسق من اول الترابيس عضله الترابيس لحد الكتف لحد الشيست الدراع الرجلين كله متناسق مع بعضه. يعني واحد زي ده انا عايز اعرف يعني انت ليه ما حطيتوش اول وانت دايما كنت بتنادي ان اولمبيا من زمان معروفه بالاحجام والعضلات الكبيره قوي وعمل لك عضلات وناشف. طب انت ما ادوتوش اول. سياسه الشركه تختلف عن السنين اللي فاتت. السنه دي اتكلم يا كابتن ان هو حتى لو ديريك وشوبان جامدين قوي اول وثاني كان رامي ياخد ثالث رابع مش خامس. يعني انا قلت هم ذبحوه زياده عن اللزوم بالظبط صح بجد. يعني ذبح زياده عن اللزوم. يعني انا قلت ادوني ثاني يعني ثاني ورا هادي شوبان ده المفروض على طول. يعني يعني انا مع ان انا شايفه اول يا عم اديله ثالث. يعني مهما كان ديريك قوي وكويس وجميل وشكل مريح للعين لا رامي برضو ما يتغلبش. رامي لاعب مش سهل. كان الكلام امبارح برضو على ان ديريك كان قوي قوي. ده الوضع الثالث اللي احنا كنا بنتكلم وضع الباي. شوف رجليه شوف دراعات شوف كتاف يعني مش طبيعي. يعني يعتبر ما فيهوش غلطه. يعني ده خامس ازاي؟ يعني ده خامس ليه؟ هو زي ما انت قلت بقى سياسه الشركات. هي سياسه الشركات. سياسه الشركات ما اتقالش عليها غير كده. وبرضو عشان الناس ما تقولش ان انا بقلل من هادي شوبان. هادي شوبان من اللاعبين اللي انا بحبهم جدا جدا جدا. وطبعا بنقول له مبروك. ما عندناش مشكله وما عندناش تعصب. احنا في الرياضه احنا بنحب كل الرياضات واي حد بيشارك رياضه بيلعب رياضه بنقول له شكرا ليك ان انت مهتم بنفسك ومريح عينينا في ان احنا بنبصلك. بالظبط كده. هل يا كابتن رامي عنده القدره ان هو يكمل على المستوى ده؟ المستوى ده صعب جدا. انت حضرتك عارف طبعا انك تفضل على مستوى اولمبيا كذا سنه ورا بعض دي صعبه. هل القدره دي متاحه؟ بص هي القدره متاحه وانا متاكد من رامي وواثقين فيه وعارفين هو بيفكر ازاي وعارفين دماغه بتفكر ازاي. تمام. لكن هي يعني السياسات زي ما احنا قلنا هي دي اللي بتخلي الواحد يتحطم شويه. لكن احنا عندنا حد صلب قوي زي الاهرامات بالظبط. احنا عندنا ثلاث اهرامات عندنا اثنين ساندو. كان نفسنا ناخد الساندو النهارده ان شاء الله السنه الجايه باذن الله. بس انا ان شاء الله بقول لكم السنه الجايه رامي هيطلع اقوى واحسن.
بس انا مش عارف بصراحه اقوى من كده ايه يعني اطلع بعد كده عشان يبقى عندنا 3 سند و3 اهرامات. خلينا يا كابتن عمرو برضو نتكلم على المصري. يعني السنه دي الناس برضو مركزه قوي على رامي، بس احنا كان عندنا ابطال كتير السنه دي في اولمبيا. يعني عندنا ما شاء الله احمد شكري اصغر محترف واقف على الخط طبيعي طبعا جميل طبعا مدربه الجميل العملاق طبعا كابتن بودي. من لسان يا جماعه احنا عمالين نتكلم على اللاعبين وناسين اللي ورا اللاعبين المؤسس اللعيبه دي كلها اصلا. دلوقتي عندنا ابطال جامدين محترفين وعندنا مدربين جامدين محترفين. الاول كان عندنا الابطال واخرنا بطوله العالم عشان ما عندناش الفكر بتاع المحترفين. لما انا ورامي واللي زينا بدا ان احنا نحترف، بدانا نفتح الباب قدام المجال للابطال تحترف ويبقى عندهم حافز ان هم يحترفوا، والمدربين يذاكروا اكتر عن نفسهم ويشتغلوا اكتر عن نفسهم عشان يبقوا مدربين للاعبين المحترفين. عندنا مين بقى؟ عندنا كابتن بودي مدرب محمد البابي جامد جدا. عايز اقول لكم الراجل ده يا جماعه او المدرب، هقول لكم كل واحد، معلش ادوني بس ثواني عشان ادي. اتفضل كابتن بودي. طبعا كابتن بودي هو مدرب امبابي. كابتن بودي هو من مدربين الشطار جامد جدا جدا واللي بيهتم بكل تفصيل اللعب. طيب بودي ساكن في مكان بعيد، يعني في مدينه نصر، ناحيه مدينه نصر. امبابي في شبرا. بودي عشان ما يتعبش اللاعب كان يركب عربيته كل يوم ويروح يدرب امبابي في شبرا. مين المدربين اللي بيعملوا كده؟ حتى لو محترف، حتى لو مدرب محترف. نادرا لما تلاقي حد بيعمل كده. محمد كمال مدرب برضه اساطير ومدرب ابطال جامدين جدا من ضمنهم شكري. ايه الجمال ده؟ ايه شغل المدرب المحترف ده؟ اصل انت بتعرف المدرب من اخر فتره للاعب قبل ما يطلع على الاستيج. يعني عمل ازاي السوبر ديفينيشن الجميل ده؟ عمل ازاي التفاصيل الجامده دي من غير ما يجي؟ ده شكري. دي صورة قديمة بس ده شكري، ده شكري الجميل المتناسق. محترف في التاريخ في العالم مش مصري. أصغر محترف في العالم. في فئة الفيزيك. في فئة الفيزيك. والشياكة والجمال والوقفة طبعًا. امبارح كان أقوى. امبارح كانت رجليه حسيتها أكبر شوية كابتن. هو مش بس رجليه، هو مريح للعين. يعني ده شكري لما تقف وتتفرج على لاعب تقول الله إيه الجمال ده. طبعا ولسه المستقبل قصاده كبير، ولسه يعني المستقبل قدامه كبير رغم ان هو برضه عامل كل حاجه في، بس انا حسيته اتوتر شويه في العرض. يعني ما تنساش برضه ان في رهبه يا جماعه اول مره يطلع على اولمبيا مثلا. في رهبه جامده جدا هنا لما كان وسط جمهوره وحبايبه كان الثقه عاليه قوي وياخد الاوضاع براحته ومستمتع وجمهوره بيشجعه واهله وجيرانه وحبايبه قاعدين بيتفرجوا قدامه. لكن انت هناك في بلد كبير وجمهور صعب وجمهور كبير جدا قاعد واولمبيا. طب نرجع تاني، نرجع تاني لكابتن البيج رام برضه عشان نديله حقه اكتر. تفتكر السنين اللي جايه او البطولات اللي جايه هيكون في تطور اكتر من كده؟ يعني ممكن مثلا يبني جسم كشكل كضخامه كتنشيف. دي بقى رؤيه المدرب بتاعه. احنا عملنا السنه دي ايه زي ما حصل بالظبط 2020 و2021. كل سنه كان في رؤيه للمدرب وبينفذوا الخطه وبينجحوا في الاخر. فانا شايف ان دي انا مش هقدر اتكلم فيها كتير لان كل مدرب بيبقى عنده رؤيه للاعب بتاعه. فأتوقع يعني انت لما هتشوف رامينستان ما تشوفش حاجه محتاجه تتطور. اتوقع انه هيشتغلوا على الميت سيكشن اكتر شويه كمان. وهينزلوا بالحجم حاجات بسيطه حاجات بسيطه عشان يعمل برضو اكتر سوبر ديفينيشن في بعض المناطق في الجسم او بعض العضلات. يعني ده ممكن يكون التطور اللي حصل بينه وبين هادي شوبان خالص في البطوله اللي فاتت. لا لما تفهمش الموضوع كده وما تحطناش في الحته دي. تمام. رامي طالع جامد جدا 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 فوق ما انت تتخيل يا جماعه. انتوا لو جبتوا الفيديو السنه اللي فاتت او صوره من السنه اللي فاتت في اليوم الاول والسنه دي 2022 في اليوم الاول هتعرفوا اللي احنا بنتكلم فيه. يعني في تطور عن السنين اللي فاتت كتير كتير بقى، في تكامل. تمام. وكمال اجسام دايما هي بالاقدميه، كل ما تقدم العضلات وتقدم في البطولات وبتلعب بطولات وبتتمرن وبتجتهد على نفسك اكتر كل ما العضلات بيحصل لها نوع من انواع الكواليتي. الكواليتي بتاعها حلو، يحصل لها نوع من انواع الديب باسل اللي احنا كنا بالنادي بيه رامي زمان في 2016 و2017 و2015. كنا دايما نقول رامي لما هيقدم شويه هتتفرجوا على حاجه مرعبه، واحنا وصلنا لا ده احنا بنشكر البيج رامي لان هو عمل حاجات اصلا محدش عملها على مستوى التاريخ او على مستوى العالم. رامي يا جماعه زي ما انا قلت في اول لقاء ان هو دخلنا التاريخ من اوسع ابوابه. طبعا. وده مش كلام. دي حقيقه لان احنا ما عندناش لاعب شايل جواز سفر مصري شايل علم مصر طالع من مصر سنتين بيتمرن في مصر طالع يشارك في مستر اولمبيا غير هو رامي. اللي حقق لنا اولمبيا سنتين ورا بعض هو رامي. فكابتن الناس كتير مش فاهمه قد ايه كمال الاجسام دي صعب، يعني انك توصل لمستوى المحترفين ده الناس برضو مهما بتشرح مش متخيل
انت ازاي بتسحب الميه، ازاي بتبقى الفاتس دي 1% ولا 2 ولا 3%، تبقى 4% و3% و6%. ايه صعب المستوى ده؟ صعب جدا لانه بياخد تركيز وبياخد مجهود جامد جدا، واكتر حد منظم في الحياه كلها لو دورت عليه هتلاقيه هو لاعب كمال اجسام. ليه؟ لان الراجل ده بياكل بمواعيد، بينام بمواعيد وبيصحى بمواعيد، محروم من حاجات حتى النوم ليه ميعاد. اه طبعا بنبقى محرومين من حاجات اجتماعيه مع اهالينا ومع اسرنا كتير. يعني لو عندي مناسبه وعندي تمرين او هروح التمرين، لو عندي مناسبه ومش عارف الاقي الاكل بتاعي لازم اخد اكل بتاعي معايا. طب لو انا مش عارف اكل الاكل بتاعي يبقى انا ما بعتذر عن المناسبه دي. تقريبا ما بنشوفش اصحابنا اللي هم اللي خارج كمال اجسام او اهالينا اوقات بسيطه جدا، عشان طول الوقت انت قاعد مركز وعندك مواعيد لواجباتك، عندك مواعيد لتمرينك، مش عايز ترك نفسك عشان توفر مجهودك للتمرين. وطبعا كانت بتاخد مننا مجهود صعب جدا. ده غير طبعا لما بنوصل في اخر مرحله الديفينيشن، او عشان نوصل للمرحله زي رامي ما وصل كده، واحنا بننبهر لما ناخد نشد اوضاع وياخد الوضع اوضاع بتاعته ونقول الله ده جميل. انت الله ده جميل انت قلتها في لحظه، هو خدها في شهور كتير جدا. طب احنا عايزين نعرف، هو البيجرام عشان يستعد لبطوله مستر اولمبيا بياخد وقت قد ايه عشان يستعد للبطوله دي؟ اللي زي بيجرام فتره التجهيزات 12 شهر من البطوله للبطوله. الديفينيشن بقى عشان نخش في الديفينيشن بياخد 3 شهور. تمام. اخر 3 شهور لازم يكون خلاص بدا ان هو يضغط شويه في التمرين، بدا ان هو لو مش بيعمل الكارديو بتاعه بيعمل مره واحده هيعمل مرتين. بيبدا يتمرن بطريقه معينه في الدروب سيت والسوبر سيت. يعني مرتين كارديو مع الحديد تاخد كام ساعه؟ يعني 3 ساعات في اليوم تقريبا. الاول الصبح ساعه، وبعدين تمرين ساعه ساعه ونص، بعدين يتمرن كارديو تاني قبل النوم ساعه. الموضوع مرهق قبل النوم، مرهق جامد جدا. وكابتن رامي طبعا بيعمل حاجات غريبه، يعني انا شفته بيلعب ساعه على السلم الصبح بتاع الاستيبر ده. السيبر مش طبيعي، ده مجهود جامد جدا على حد بوزن كابتن رامي، صعب جدا. على معده فاضيه، بعدين يروح التمرين يتمرن من ساعه لساعه وربع ساعه ونص على حسب التمرين بتاعته حديد. بعدين يرجع مره تانية بالليل قبل النوم. طبعا لو هو عنده التريد ميل او عنده اي حاجه يعمل عليها كارديو في البيت بيبقى قبل النوم طبعا ساعه كمان. فالموضوع مرهق وصعب جدا ومكلف جدا. طب عدد الوجبات اللي هو يقدر بياكلها او بيمشي عليها طول فتره الاستعداد بتاعته كم وجبه؟ الاستعداد دي بتختلف على حسب حجمك ووزنك، وعلى حسب برضه رؤيه المدرب هو حاطط لك قد ايه عدد الكالوري بتاعك. محتاج 5 وجبات، محتاج 6 وجبات، في ناس بتوصل ل 10 وجبات و8 وجبات في اليوم يوميا. يوميا. الوجبات بالمناسبه على فكره، عشان احنا بنقول كده الناس اللي مش فاهمه بيفتكر ان احنا قاعدين حاطين الصينيه. الوجبه تقريبا وزنها كله كامل على بعضه ما بيزيدش 600 جرام. يعني من 450 ل 600 جرام. يعني 200 جرام رز على 250 مثلا صدور فراخ على 100 جرام خضروات، دي بتبقى الوجبه. تمام. دي في ناس كتير بتبقى يعني فاكره ان لاعب كمال اجسام عشان بيعمل ضخامه كبيره قوي وكده فتيجي بقى تحط قدامه خروف بقى يقول لك ده بياكل كذا وبيعمل كذا. يعني انا واحد من الناس مثلا، انور رصيف، انا مش اكيل. انا مش هوايتي الاكل. يعني لما بسيب كمال اجسام انا افطر واتعشى، ممكن اتغدى حاجات بسيطه سناكس وخلاص. لما بخش في موديل تمرين باخد ال5 وجبات بتوعي وبستلذ جدا بالاكلات الدايت بتاعتي، عشان هي دي حياتي وهي دي شغفي في الحياه ودي متعتي. انا المتعه الوحيده اللي انا بعملها في الحياه والحاجه الوحيده اللي انا بحبها ان انا بروح الجيم اتمرن. وده شغلي كمان بالمناسبه، يعني هو حاجه هوايتك هو شغلك. طب يا كابتن شايف في مستقبل المصريين ان شاء الله السنه الجايه؟ مين ممكن ينافس؟ مين ممكن يعمل تاني؟ مين ممكن يخش جديد؟ يعني في لعيبه كده عينك عليهم الفتره اللي جايه ممكن نشوفهم مع الفريق؟ احنا حتى في، مش عايز انسى كمان، كابتن حسن مصطفى، كابتن شعبان، محمد شعبان، حسن مصطفى. حرم لان هو بس تعب شويه فبيحاول يحافظ على نفسه عشان يقدر يكمل. حاجه كويسه جدا جدا. طبعا لان في ناس خطرت وتعبت. طبعا بس كابتن حسن مصطفى نقول له ان شاء الله تقوم لنا والف سلام بترجع بألف سلام وتبقى منافس قوي. ده من الناس برضو الواعده في كمال اجسام في المحترفين، كابتن محمد شعبان. طبعا الجيل بقى اللي كله اللي طلع السنه دي كابتن امبابي اتفرجوا عليه السنه الجايه هيبقى جامد جدا ان شاء الله باذن الله. مصمم ومؤهل لده، هو ومدربه مؤهلين لده. احنا شفنا لقاء قبل كده كان الكابتن رامي السباعي كان بيشكر حضرتك في لقاء على التلفزيون، فكان عايزين نعرف بس ايه علاقتك بكابتن بيج رامي. بص، هو احنا بدايتنا انا وكابتن رامي، انا طبعا من الجيل القديم اقدم شويه بس مش اقدم كتير. يعني انا بدات من 2006، لعبت 2007 بطوله العالم، وبعدين لعبت 2009 بطوله العالم في قطر، بعدين بقى شاركت في النص ده بطولات كتير جدا معاه.
بعدين بدات ان انا احترف، طلبت بطاقه احتراف طبعا من دكتور عادل فهيم في رئيس الاتحاد بتاعنا، فهو الراجل ما تاخرش عليا قال لي ان شاء الله. بعدين جت بطوله الكويت 2011، كانت اول مشاركه الرامي، شاركنا انا وهو مع بعض، وكان حد لذيذ وجميل، كنت اول مره اشوفه كده. هو طبعا شكله كيوت لكن هو كان ضخم جدا، انا كان وزني ساعتها 99 وهو كان وزنه حاجه 100 حاجه و30، واتنافسنا وعملنا شو حلو. بعدين رحنا تاني لعبنا مع بعض بطوله اولمبيا اللي هو في الكويت، وكانت المفروض في الايام دي صعبه جدا انك تحصل على بطاقه احتراف، فكان بطاقه احتراف واحده بس مش زي الايام دي بطاقه احتراف كتير جدا، فهي كانت البطوله كلها فيها بطاقه احتراف واحده. فطبعا رامي كسب، ادوها الرامي، بس طبعا نظرا ان احنا كنا عاملين مستوى جامد جدا، وتقريبا الصوره دي تقريبا موجوده حلوه جدا. مع كابتن بيج رامي في البطوله بطوله مستر اولمبيا اللي هو في الكويت، هو في الكويت في 2012 فطبعا ادوا الرامي اول، رامي خد اول وانا عملت تاني، وانا طول عمري ما بزعلش على فكره من الاول ومن الثاني. نفسي اقول حاجه بس للناس اللي بتلعب بطولات، يا جماعه انتوا او في الاول وفي الاخر بتعملوا حاجه بتحبوها. اي نعم كلنا نفسنا نكسب، بس لو ما كسبتش اخر الدنيا لا مش اخر الدنيا. بالظبط بالظبط، العيب انك تقعد تفضل واقع في الارض وتفضل مستكين في الارض، لكن الصح والرجوله انك انت تقوم وتقف تاني. فما كنتش بحط في دماغي انا بعمل حاجه بحبها وبشارك بطولات. اهي دي الصوره دي الاول، خدنا بطاقه احتراف احنا الاثنين. هو كان المفروض رامي هنا ياخد بطاقه احتراف طبعا، ما شاء الله هيسيبوني. فبعدين كان موجود دكتور عادل فهيم ورافائيل سانتونج رئيس الاتحاد الدولي، ودكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والافريقي والنائب الاول رئيس الاتحاد الدولي، فقرروا في اليوم ده نظرا للمستوى اللي هم شايفينه ان هم يعملوا، واول مره تحصل يعملوا بطاقتين احتراف في نفس البطوله، واحترفنا ان هو في نفس البطوله مع بعض. هو الكابتن البيجرامي بيشارك في البطولات من كم سنه؟ من سنه كام؟ في بطوله مستر اولمبيا شاركته في البطولات معايا 2011 لما مستر اولمبيا في اولمبيا. لا هو لاعب اصل في بطولات مؤهله الاول، يعني كان لاعب الاول اول حاجه نيويورك برو 2013، بعدين 2014، وبدا بقى يتصعد في المراكز لحد ما النهارده شفنا اعظم واطيب واضخم عضلات في التاريخ كمال اجسام، اضخم عضلات فعلا في التاريخ كمال اجسام طبعا، واطيب ما حد شايفينه يقدر يشوفه. دبابه بشريه، المستقبل كتيره منتظرين منه كتير، وبنقول له كلنا احنا في ظهرك، ولازم زي ما انا قلت في الاول بدات ان انا بشكره، انا بنهي طبعا اللقاء وبقول شكرا رامي وعملت اللي عليك وكفيت ووفيت ومتشكرين ليك، دخلتنا التاريخ من اوسع ابواب، اول مصري شايل جواز سفر مصري وعلم مصر يطلع من مصر عشان يشرفنا كلنا في مستر اولمبيا. ما شاء الله، كان احسن من كده. كابتن عمرو عبد الحميد متشكرين يا كابتن حسن، وكمان حساب المتالق قلتنا الله يخليك الله يخليك، متشكرين يا كابتن انور. شكرا صراحه انا اللي متشكر ان انا كنت معاكم النهارده وقعت لي الفرصه دي، لان انا كنت مستني لحظه ان انا اشكر فيها رامي بجد. اكيد طبعا من أكيد. خلال منصه اليوم السابع وكابتن حسن بقول له شكرا اكيد، واحنا فخورين بيك. شكرا لك يا كابتن، واحنا كل ابطال مصر يمكن كل ابطال كمال الاحلام، ده كاس عالم بالظبط تكون شاركتهم في كاس العالم، حتى المركز الخامس انت بتتكلم في مركز الخامس على العالم، ده اصعب من كره القدم، اصعب من المركز الخامس في كاس العالم. صدق او لا صدق، بيجرامي بس على طموحنا بان هو اخد البطولتين سنتين ورا بعض، وان شاء الله يفضل الطموح ده عالي، نفضل نشوف مصريين في المركز الاول والثاني والثالث. زي ما بقول لكم الرياضه صعبه جدا، الرياضه قويه جدا، الرياضه فخورين ان احنا عندنا الابطال دي فيها، فكملوا واحنا وراكم، وهنا الف مبروك على كل حاجه، والف مبروك على المجهود، واحنا اتشرفنا بيكم. ما تبصوش لاي حوالات ورد او اي كلام سلبي، ان شاء الله المستقبل ليكم، وكمان الاجيال اللي جايه كمان طبعا ان شاء الله تاخد حقها. مره ثانيه يا كابتن انور. شكرا يا كابتن انور، شكرا يا كابتن حسن، شكرا. السلام عليكم.